أقر وشراكتها المتبادلة والتواصل والتعاون بين شعوبها في جميع المجالات هي الأهداف الأساسية للاتحاد الأفريقي. وعلى ضوء ذلك جاء السيد موسى فكي محمد رئيس لجنة مفوضية الاتحاد الأفريقي التشادية الجنسية إلى البلاد للقاء فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. اللقاء تطرق إلى مختلف القضايا الراهنة التي تمر بها القارة الأفريقية، خاصة إقليم إفريقيا المركزية الذي يواجه أزمة اقتصادية أمنية وسياسية، بالإضافة إلى محاربة الإرهاب. كل هذه الملفات طرحها لقاء فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو مع رئيس لجنة مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد بهدف البحث عن حلول لها، فضلا عن التعاون المشترك بين الاتحاد الأفريقي والبلاد حسب ما صرح به رئيس المفوضية عقب خروجه. جيت في زيارة خاصة للتشاد، وبصراحة أيام كده للإجازة، وانتهزت الفرصة كالمعتاد بزيارة ودية للسيد رئيس الجمهورية، وأيضا كانت لي فرصة أن نتبادل الآراء في بعض المواضيع في المنطقة وأيضا إلى ناحية القارة. وأيضا الكل يشيد، وشكرت السيد الرئيس لأن تشاد من الدول الستة الأولى التي قدمت أوراق الاعتماد لما اتفقنا عليه بما يخص التجارة الحرة في القارة الإفريقية. وأيضا بعد قمة نواكشوت سمعت أن تشاد اعتمدت كثير من الوثائق الإفريقية، وإن دل هذا سيدل على أن تشاد موقفة للتضامن الإفريقي والاتحاد الإفريقي واضح، وهذا شرف لي كمواطن تشادي وأيضا رئيس لمفوضية الاتحاد الإفريقي. وعن الأخبار المتداولة بين الصحف المحلية حول وجود خلافات بين رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد مع فخامته، رد فكي بأنه تشادي وفخور بما يقدمه فخامة رئيس الجمهورية للتشاد ولأفريقيا وللعالم، وما تناولته الصحافة من أخبار وصفها بالعارية عن الصحة. بصراحة سمعت أيضا بهذه الأكاذيب، وأكيد أنها أكاذيب ليس لها شيء من الصحة. علاقتي بالرئيس إدريس ديبي علاقة طويلة، علاقة متينة، وبطلب منه ترشحت لهذا المنصب، وأنا فخور ومعتز بالدمج ووقوفه معي في كل هذه المراحل. وصراحة الصحافة لازم أن تكون شفافة، ومع الأسف وآسف للصحافة التشادية وآسف للصحفيين المهنيين التشاديين، وكثير منهم مهنيين، أن جريدة في تشاد تتكلم عن أكاذيب لا ثبات لها، وبصراحة هذا شيء مؤسف، ولكن أؤكد لك أن كل هذا هباء منصورة. وأكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد بأن الاتحاد الأفريقي يسعى في طريقه لإكمال الأجندة التي رسمت والتي يسعى القادة فيها من أجل رفاهية الأفارقة والوحدة الإفريقية. هذا الصباح وفد من جمهورية الكونغو حامل رسالة من فخامة الرئيس ساسون غيسو رئيس جمهورية الكونغو. هذه الرسالة تتعلق بالوضع في ليبيا. رئيس ساسون غيسو هو رئيس اللجنة العليا للاتحاد الإفريقي فيما يخص ليبيا، وفي القمة الأخيرة في موريتانيا أقرت هذه القمة لاجتماع للمصالحة بين الأطراف بين الأشقاء الليبيين، ولذلك نعمل جاهدين مع الأمم المتحدة، مع دول الجوار، مع المجتمع الدولي بصفة عامة لإنعقاد هذا المؤتمر الذي بإذن الله يسمح للفرقاء الليبيين أن يتفاوضون، أن يتحدثون، ويخلقوا الجو الملائم لإجراء انتخابات، وبإن شاء الله الشعب الليبي يجد الفرصة أن يختار من يقوده.